الفيديو السابق، إذا كنا تكلمنا قبل على الحساب البسيط، قبل من الحساب البسيط تكلمنا على لو بروجي الكالكول موطا جابوني اللي عنده واحد المستقبل كبير في المغرب وكذلك خارج المغرب. هاد لو بروجي هذا اللي نورمالمون كي فيه بزاف ديال الفوائد، وهاد لو بروجي هذا صراحه لو بوان فور ديالو هو ان كنخدموا على السكيلز، كنخدموا على لا كومبيتونس، وخدينا شويه من ليسبري جابونيز. ليسبري جابونيز بزاف في ليدوكاسيون ديالهم على السكيلز، خصوصا من على خصوصا المعلومات. كيف ما كتعرفوا هاد الشيء اللي ناقص وليداتنا، ناقصهم انهم يكون عندهم مهارات. كذلك بيان سور داك الشيء المعلومات ولا كولتور جينيرال ولي تيوري والذكاء هذا اللغوي مهم جدا، وكذلك الذكاء المنطقي اللي كيف ما كنقولوا صراحه ليدوكاسيون ولا في السكولاريتي ولا في لو سيستيم ايدوكاتيف ما دخلناش الذكاء الرياضي من بابه الواسع. دخلنا ليه بشكل واحد مضيق بزاف، وسيرتو كنخدموا فص واحد في الدماغ ديالنا هو الفص ديال اللوجيك، وما كنخدموش الفص اللي كاين اليمن اللي هو فص ديال التخيل وفص ديال استخدام كذلك الاحاسيس وكذلك الرموز والالوان، و يعني باش نكملوا العمليه التعلميه كامله. اذا هنا كتذكير هذا لو بروجي هذا كي كنخدموا على الانتيليجنس ماتيماتيك كمدخل بيان سور، اللي هو الحساب اللي نورمالمون داخل في تقريبا كاع المواد العلميه. وكتذكير عندنا مجموعه الانواع ديال لي زاباكوس. اباكوس هذا هو الماتيريال اللي كنخدموا به زائد دي زيكزارسيس. اذا هذا الماتيريال هذا كاين جوج الانواع، كاين اباكوس ديال المتدرب، وكاين ديال الاستاذ كتكون في تشتي ما عنديش هنايا، مي كتكون كبيره شي شويه ديال العود. داكوغ فوالا، وتكلمنا على بعض الاخطاء اللي كانوا كيديروها بعض المدربين وبعض الحاملين المغرب. اول خطا هما ما خدامينش على التدريب، خدامين على لونسينمون كيعطيو المعلومه، بحال مثلا الاصدقاء الخمسه والحساب البسيط كيديروه مثلا في واحد الوقت اللي هو وجيز، ما فيش تدريب ما فيش ريبيتيسيون. وكاين خطا واحد اخر هو كونتيت لا موتيفاسيون، ما خدامينش على لي كومبيتيسيون. داكوغ، بزاف ديال لي سونتر ما كانوش كيديروا لي كومبيتيسيون، حبسوا. و فوالا، والخطا الثالث اللي هو ما كاينش ان اوبجيكتيف بيان كلير في لي سيونس ديال الكالكول مونتاج جابوني. سورتو كنجي كنعطيك مثلا لا تكنيك، يعني ملي كنجي كناخذ لا تكنيك نقدر نعلمها للوليدات، مي ابخي فوالا ابخي شنو داكوغ، شنو من بعد ما كتكونش اون استراتيجي. وانا في هاد ان شاء الله في هاد الدورات هادي اللي غادي نحاول انني نعطيكم لا استراتيجي ديال 4 ans pour assurer واحد 4 سنين ديال التدريب ديال الوليدات. ملي كنتكلموا على 4 ans، يعني كنتكلموا على توت اون استراتيجي اللي فيها تدريب، فيها دي كومبيتيسيون، فيها بزاف ديال الحوايج باش كنوصلوا كنافونسيو وكنأكروشيو شي شويه لو نيفو جابوني، وكنأكروشيو شي شويه هذوك لي سكور اللي هما كبار جدا في لو كالكول رابيد. اي باغ كريزولتات وكنتيجة جميلة جدا، ملي كنتكلمو على لا ريبيتيسيون رابيد، كنتكلم على التدريب وعلى الحصول على الوصول إلى سرعات كبيرة جدا، كيكونوا فوائد، كيكونوا دي بينيفيس، كيكونوا واحد التيمة كنجنيوها من هذا التدريب هذا، هو مجموعة ديال التيمة. وكان غادي نركز لكم على واحد الفكرة مهمة جدا، هاد التيمة هادي وقتاش كتكون؟ ما كتكونش في اعطاء التقنيه بتاتا، كتكون في التدريب على التقنيه. نعاودها، ما كتكونش في اعطاء التقنيه، وهذا هو الخطا اللي كانوا كيديروه معظم المدربين ديال الحساب الذهني، كانوا كيركزوا فقط على التقنيه ماشي التدريب. التقنيه دونك التدريب كيحتاج موتيفاسيون، كيحتاج كومبيتيسيون، كيحتاج واحد لانيماسيون في لا كلاس، كيحتاج دي تكنيك، كيحتاج دي استراتيجي، انك كدرب باش كيخلي هذيك لونفون كتحيد منه الملل بدي استراتيجي وتخليه دائما ناشط ودائما كيتسنى لا سيونس ديالك.
دونك هذا لو بوان اللي كنحاول نركز عليه، وكنحاول كندير ليه لا ريبيتيسيون، وكان كان يعني كنفعلوه بيان سور في برنامج اللي كيكون متنوع، اللي مبني على ثلاثه ديال الافكار اللي هي اساسيه. الفكره الاولى هي ان الوليدات خاصهم يستمتعوا، تكون واحد ليبانويسمون. الفكره الثانيه هو ان لي بارون خاصهم يلاحظوا لي ريزولتا، نقدروا مثلا سيونس اه سيونس لا، نديروا على حسب السن ديال الاطفال، نعلمهم تقنيه جديده، سواء في لا ميتوبليكاسيون اللي ما كانوش باقيين حافظين جدول الضرب، سواء مثلا في ذكاء منطقي معين، او في مهاره منطقيه اللي نقدر نديرها سو فورم واحد لو جو داكور. وكذلك النقطه الثالثه اللي هو بحد ذاته لو كالكول مونتاج جابوني خاصو يكون كله في واحد التنويع، وفي واحد لا موتيفاسيون، وفي اون استراتيجي باش نقدروا نغونفورسيو داك الدماغ ويولف ويبدا يحب الاستخدام ديال لاباكيس بطريقه اللي هي ذكيه. كنقولوا بطريقه اللي هي ذكيه، علاش؟ حيتاش الى ما كانش عندي التاكتيك، ما كانش عندي خطه هجوم محكمه، غادي نقدر نضيع دي كليون، وفي الاخير ما نقدرش نافونسي مزيان مع هاد الناس هادو. داكور. اذا على بركه الله، بالنسبه للحصص السابقه كنا درنا الحساب البسيط، داكور، وتكلمنا شويه على الحساب المركب، وبيان سور الاخوات والاخوان اللي اول مره كيحضروا معنا كنرحبوا بكم، مرحبا بكم. الاخوات والاخوان اللي ديجا كانوا معنا في الحصه الاولى الحصه الثانيه، مرحبا بكم، ان شاء الله نستمتعوا اليوم. وكذلك العائله الانزانيه دائما كيكونوا معنا بعض يعني المتدربين في تكوينات اخرى، مرحبا بكم، تاخذوا فكره كذلك على هذا المجال وهذا الميدان بارمي ميادين كثيره الحصص اللاصفيه. اذا نبداو على بركه الله. وعليكم السلام، مرحبا استاذه حفيدي، مرحبا بك. سيف سلام، مساء الخير. اهلا وسهلا استاذه حفيدي، معك بيانا. اسمح لي واخا قاطعتك، كل شيء بخير بعدا. خذي راحتك، كان غون بليزير، الله يحفظك، بارك الله فيك. بغيت غير نتاكد واش درنا غير حصه وحده ولا جوج الحصص، حيتاش الاربعه الفايته ما خدمناش. لا ما حصه وحده على ما اظن. لا جوبونس هي الثالثة، هي الثالثة. السلام عليكم. وعليكم السلام، والله أهلا وسهلا. حيتاش أنا زعما متبعة معاك، كنت كان زعما لا بخومييغ سيونس كانت لو 7/6، لا دوزيام سيونس بحال اليوم هضرنا على التوحد، دازت الأستاذة حنان. ديك الحصة ديك لا كانت الأستاذة حنان. لا أستاذ، راه عندنا اليوم الحصة الثانية وليس الثالثة، راه درنا غير حصة واحدة ديال ياك، واقيلا نكون خلطت مع شي حصه. هذاك كاين، انا كتبتها لك في لي ميساج، لان فاش قريت في الجروب بان داروا الحصه الثالثه، حنا عندنا يلاه الحصه الثانيه. واسمحوا لي ربما تخلطت لي مع شي كوغ اللي هو بروفيسيونيل مع شي مجموعه. استاذه فتيحه، ياك الحصه الثانيه ياك؟ وي الحصة الثانية. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أستاذة مريم، لاباس بخير؟ لاباس الله يبارك فيك. مرحبا. اسمحوا لي أنا جو بون ربما مشات لي من البالي، كنعتذر، مي أنا غادي نكمل. واقيلا يلاه كنت وصيتكم باش تجيبوا لي زاباكوس. جبناهم اليوم، جبناهم باش نخدموا بهم. يلاه غادي نديروا إن شاء الله، نديرو ان شاء الله الحساب البسيط، وندخلو في الحساب المركب الا فهمتو مزيان الحساب البسيط ان شاء الله. ان شاء الله. يلا شكرا استاذ، شكرا على الحضور، شكرا على التنبيه على هذه القضيه مهمه جدا جدا. اذا على بركه الله غادي نبداو بالقراءه ديال المعداد. غادي نحاول ناخذ واحد المعداد اللي هو فوالا. ربما كيبان لكم هذا المعداد اللي هو فيرتويال في الشاشه، دونك كنحاول نديرو اول حاجه تركيب الاعداد. حاولوا يديكم، حاولوا باش نديرو تدريب جماعي. ها نتوما حاولوا تاخذوا ستيلو تدربوا على تحريك الخازات بالقلم، داكوغ. خذوا القلم ديالكم، وهاد الراس هذا اللي كيكتب يكون في لو بوان دو كاراتي. حاولوا ديروا هذه الحركه دي باش تولفوا عليها. دونك هانتوما إما غادي نشد بها ثلاثة الصبيعات ولا جوج صبيعات، وهاد جوج صبيعات هادو كيكونوا شوية ليبغ، داكوغ، وكنحرك هما باش كنحرك الخوازات ديالي.
كنديروا مدخل زيرو بحال هذا الشكل هذا، وكنبداو نحركوا الخوازات 1 بلس 1 بلس 5 موان 7 بلس 6 بلس 20 موان 1 انسي دو سويت. داكوغ، حاولوا انكم ديروا هذه الحركه هذه اول حاجه، نتدربوا على هي هذه الحركه هذه، وبقاو تحركوا هذا السبع هذا وبدلوا بوزيسيون، بدلوا البوزيسيون، بدلوا البوزيسيون بحال الشكل. هذا الشكل دابا ديال الخدمه هو بحال بحال هكا. دونك انا كنشد مثلا كنشد لو ليفر ديالي فين كنحط لي ريبونس ياك، وكن كان اكتيفي وكان كان كان ديال الصفير ديال المعداد، وكان فيكسي لاباكوس ديالي بيت، وكنخدم بيت. اذا سوبون غادي نخدم بلي بيد اليمنى، غادي ناخذ نبدا ندير لي كالكول ديالي مثلا 10 بلس 1 بلس 20 بلس 200 بلس 5 بلس مثلا 55 مثلا انسي دو سويت. دونك انا هنايا غادي كنبدا نخدم بصباعي، وملي كنسالي لا ملي كنسالي كنبغي نكتب لا ريبونس كنمشي كنكتبها تحت لوبيراسيون اللي عندي اولا الجدول اللي عندي فيه الفراغات. داكوغ، ناخذ مثال واحد اخر 1 بلس 5 بلس 1 سي 7. غادي نبدل من هاد لا بوزيسيون لهاد لا بوزيسيون هادي. داكوغ، يعني 1 بلس 1 بلس 5 سي سي 7. عاوتاني عندي اوبيراسيون واحد اخرى 2 بلس 2 بلس 5 سي 9 بحال هاد الشكل هذا 1 بلس 1 بلس 5 سي 7 انسي دو سويت بلس 10 بلس 1 سي 21 انسي دو سويت. دونك هاد الحركه هادي هي اللي كنتدربوا عليها بشويه بشويه باش انني كنفيكسي اول حاجه لاباكوس ديالي، حيت هاد لاباكوس تري فليكسيبل اللي كنحركوها كيف تشونجا لو كالكول. وثاني حاجه باش نولف هاد الصبيعات هادو بيان سور. دونك حنا لا ميثود ديالنا غادي نخدمو جوج صبيعات، اللي كان كيخدم مثلا في اكاديم عامله ثلاثه ديال الصبيعات هذيك اون اوتر. حنا غادي نمشيو في لا ميثود جابونيز، لا ميثود جابونيز كنخدمو فيها جوست جوج صبع. كاين اللي دار انوفاسيون على لا ميثود، خدم ثلاثه الصبع، مي جو بونس شي شويه كتكون ثقيله، وجوج صبع تري تري براتيك. يعني بالنسبه لي جابوني كيخدموا بدو جوج ديال الصبيعات كيخدموا مخيرين. داكوغ، اذا هذا بالنسبه للطريقه اللي غادي نبدا بها لو ترافاي. دونك حنا باش نزيدو نرونفورسيو اللي اول مره مثلا خدا لاباكوس، غادي نحاول عاوتاني. دونك اول حاجه غادي تحاولوا ديروا تصفير المعداد. داكوغ، انا الارقام غادي نقولهم بالدارجه ماشي مشكل. دونك المهم هو لا تكنيك، انا الارقام غادي نقولهم بالدارجه. تمام، اذا انا غادي ندير صفات المعداد. حاولوا ديروا هذه الحركه هذه، تدربوا عليها شي شويه، خذوا معداد صوروا ليه الترتيب ديالو وشد بحال هكا. دونك الطريقه باش تنجح هاد جوج صبيعات هادو، غادي تحاول انك بحال غادي تشد شي حاجه. داكوغ، بحال تشد شي حاجه بين يديك، وهذيك الحاجه اللي غادي تشد بين يديك هي هاد لاباغ هادي. داكوغ، دونك انا عندي هاد لاباغ هادي هي اللي غادي نحاول نشدها بين جوج صبيعات ديالي، وغادي ندوز نطاق اللي هي تري فليكسيبل، وكندير ديك الساعه صفير الميدان. داكوغ، هادي اول حركه ندربو عليها. دونك 1 2 3 4 5. صافي، يلا. دونك هذه الحركه الاولى. الحركه الثانيه غادي نحاولوا دابا نبداو هذا نبداو نمثلوا الاعداد. صافي، نمثلوا الارقام. دونك عندي رقم 0 اللي هو هذا، راني مثلته سي متر 0، ها هو الزيرو. انا وميتو غادي ندير لكم في اللوجيسيال اللي كيبان لكم قدامكم. صافي، اذا الزيرو كيف ما كيبان لكم في اللوجيسيال هو هذا، واللي كيقدر يشوف يدي راه سي تري بيان، يقدر يتبع معايا كذلك هنا. اذا غادي نديرو تركيب الاعداد، خلي ستيلو في يديكم. داكوغ، خلي ستيلو في يديكم وفيكسيو لاباكوس وخليو الزيرو. دابا باش ندير ان غادي نخدم بالابهام. داكوغ، سا مارش بالابهام، هو اللي غادي ندير لو ان، غادي ناكتيفي، غادي ندفع هاد ندفع خوازه وحده ان. داكوغ، متر زيرو ان، متر زيرو ان، متر زيرو ان، بشويه انا دوا بليزيور فوا متر زيرو ان. داكوغ، عاوتاني
1 في اللوجيسيال هي هذه تورا هي هذه ندير متر 0 داكور وندير نكب 2 نكب 2 دونك غادي نمشي بالابهام غادي نكب 2 خليو الستيلو في يديكم باش تضربوا وانتم الستيلو شادينو علاش الستيلو ما كنحطوش بحال هكا سيغتو في المسابقات حيت الا جينا حسبنا بالصباع وعاد شدينا الستيلو خدمنا لا ريبونس هنا كنضيعوا دي فراكسيون دو سكوند حيت نورمالمون حنا كنديروا لا بريباراسيون ديال لي كومبوزيسيون دونك لا كومبوزيسيون باش انني ننجح فيها خاصني نكون تري كونسونطري نكون لا بوزيسيون ديالي مزيان يكون الستيلو في يديا باش ينسالي لوبيراسيون مباشره نكتب لا ريبونس عندي هنا داكور داكور اذا هنا غادي ندير 2 متر 0 2 متر 0 2 داكور 3 اذا 2 هنا في اللوجيسيال ها هي اللي ما كيبانليش مزيان في يديا هي هادي 2 كنكتيفي 2 عاوتاني نكتيفي لو 3 3 متر 0 3 متر 0 3 متر 0 3 واحد الحاجه وحده اخرى الاخوات والاخوان اللي معانا ملي كنخدم بلا باكوس كنحاول نحاس على صبيعاتي ديما مستعدين كيكونوا حدا لا بار دو كالكول بحال هذا الشكل هذا يعني حتى الوليدات ملي يكونوا نديهم لا ديكتي ولا يخدموا لي زوبيراسيون نحاولوا نتكونسونطرا معاهم في هذه القضيه هذه بان هاد الصبيعات هادو دائما مستعدين يعني غادي نقول ليه لوبيراسيون غادي يخدمها ليا يدي ما تكونش بعيده بحال هكا ولا تكون فوق الكابي ولا تكون في الطابله لا اون فوا كنبدا الخدمه صافي هاد اليدين هاد الصبيعات هادو كيكونوا حدا لي حدا هاد لاباغ هادي باش اون فوا يتلونسا لو شيفر ندير ليه لا كومبوزيسيون في البلاصه وهاد القضيه هادي حتى هي كنبحثوا فيها دي فراكسيون دو سكوند بالنسبه لي كومبوزيسيون سا مارش يلا دونك نعاودو دونك عندي 3 غادي نديرها بالابهام متر 0 3 متر 0 3 متر 0 دونك حنا ميتريزينا 3 اللي هي هادي عاوتاني غادي نديرو لو 4 4 متر 0 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 très bien دونك غادي نديرو دونك غادي ندير واحد القضيه دابا غادي نديرو 1 2 3 4 متر 0 1 2 3 4 متر 0 1 2 3 4 متر 0 ديوها plusieurs fois 1 2 3 4 متر 0 au même temps je me chède le calme 1 2 3 4 متر 0 1 2 3 4 متر 0 1 2 3 4 باش الصبيعات يولفوا voilà 1 2 3 4 متر 0 au même temps نقدر نحيد لا باكوس ونبدا نتخيلها بحال هكا بحال حاط شي باكوس هنا 1 2 3 4 متر 0 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 اولا ما قديتش نتخيل غادي نشد لا باكوس هادي بلا ما نحركها ونحركها غير في الدهن ديالي 1 2 3 4 متر 0 1 2 3 4 متر 0 1 2 3 4 متر 0 اولا كاينه لا ميثود بحال هكا بحال شد لا باكوس بحال هكا كنشوف فيها 1 2 3 4 متر 0 1 2 3 4 متر 0 حيتاش ليماجيناسيون اون باراليل مع لو ترافاي في لا باكوس الفكره اللي كانت كتروجو هي خاطئه هي انك حتى كنوصل لواحد لو نيفو افونسي في لو كالكول افيك اباكوس عاد كنكتيفي ليماجيناسيون باغ كونتر هنا لا ما خاصناش نديرو هاد لا فوت هادي خاصنا اوتوماتيكمون نبداو نكتيفي ليماجيناسيون افيك اباكوس ليماجيناسيون افيك اباكوس هادي فكرة مهمة جدا 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 دونك نعاود دائما كنخدم اباكوس اي ايماجيناسيون اباكوس اي ايماجيناسيون ميم في الاول في تركيب الاهداف سا مارش داكور اذا بعد ما تدربنا اون اباكوس اي سونس اباكوس نبداو نمثلو عاوتاني عدد اخر لو 5 5 غادي نخدم بالسبابه داكور غنكمل لو 10 غادي نكمل حتى لو 9 وندير واحد البوز ديال 5 مينوت وغادي نرجعو على وقت الصلاه سا مارش يلا 1 5 moins 5 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 6 qui va dire là 6 va activer le 5 on va dire activer le 1 d'accord dans le logiciel il y a 5 on va dire activer le 1 on va dire ça tenir 6 voilà qui n'a rien dit de voir ta carrière mouta ça va m'a 5 بوحدها وعاد غادي نديرو لو 1 شنو غادي نديرو غادي نديروها بحركه وحده بحال هذا الشكل هذا 6
موان 6 6 موان 6 6 موان 6 ça marche حاولوا ديروا لا ريبيتيسيون 6 موان 6 6 موان 6 d'accord très bien voilà donc دابا نديروا 7 اذا 7 شناهي 7 غادي ناكتيفيو لو 5 غادي ناكتيفيو لو 2 d'accord اذا 5 2 5 2 لا ميم شوز نقدروا نديروها بحال هكا وحده غادي نديروا 7 موان 7 7 موان 7 7 موان 7 اذا كيف ما كتلاحظوا كناكتيفي بحال هكا وحده لو 7 وكنديزاكتيفي بحال هكا وحده سي 0 7 لا ميم شوز بالنسبه لو 8 دونك دابا نتوما تكونوا عرفتوا الطريقه لو 8 هي لو 5 بلس لو 3 داكور دن فوالا le 5 plus le 3 ça donne le 8 et dans la même chose au lieu انني ندير 5 وعاد ناكتيفي لو 3 نقدر نديرها او ميم طون 8 شوفوا شحال الوقت كنربح الا درت لو 5 على لو 8 كنربح هنا الضعف ديال الوقت علاش حيتاش كندير بلمسه وحده كندير لو 8 لمسه وحده حتى موان 8 موان 8 كن كان نخشي 70 في لا بار دو كالكول وكان نوسعها شي شويه وكندير ليها متر ا زيرو دونك 8 موان 8 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 كذلك لو 9 لو 9 عندي نورمالمون هو 5 بلس لو 4 داكور اذا 5 بلس لو 4 اذا نقدروا نديرو حتى هو بحال هكا وحده 9 موان 9 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 نتدابا عليها شي شويه ودابا غادي نرجع من 1 حتى لو 9 يلا 1 2 3 4 باش ندير 5 غادي نديزاكتيفي 4 ونأكتيفي 5 6 7 8 9 ندير لا ريبيتيسيون 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainsi de suite. D'accord ? Kelmda, nkhdem bchouya bchouya hatta kenmitaizliha ou kentaqel kedalik l'imagination. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou comme ça, on délai la répétition. Parce que comme ça, on automatise l'opération. Bchouya, bchouya. Ça marche. Et bien, on a dit taïka, sahiha, l'tidris, l'atfra, li awal mara, bien sûr, qui déroule le calcul mental japonais. Donc, radin déo 5 minutes, déo 1 le pause, radin bchouya. بعد الصلاه وغادي نلتقيو ان شاء الله دونك خليكم جوست في زوم الا بغيتو ونلتقيو بعد 5 دقائق
السلام عليكم عندنا دكتور دونك عندنا تركيب ديال الاعداد عرفنا لو 1 لو 2 لو 3 لو 4 ودنا اون بيتيت استراتيجي باش انني نولف في الوليدات الطريقه ديال مسك القلم بيان سور وكذلك الطريقه ديال تصفير الاعداد وكذلك القص باش اننا عمليه القص باش اننا كنديروا او ميم طون لو 6 لو 7 لو 8 اي لو 9 وتكلمنا كذلك على بعض التقنيات اللي كتزيد كتسرع العمليه ديال الحساب بحال مثلا انني دائما ملي كنبدا خدام كنبدا صبيعاتي كيكونوا قراب لاش لا بار دو كالكول باش انني اما غادي نشوف او غادي نسمع واحد الرقم غادي بطريقه اللي هي سريعه جدا فوالا وكذلك بالنسبه لعمليه القص اللي كتربحني نص ديال التوقيت بيان سور البدايه الصحيحه هي اللي كتعطيك تدريب صحيح لا بلفتي الوليدات واحد لا ميثود غادي يمشيو عليها الا خدمتي معاهم بواحد الميثود والثاني بديتي كتشونجي حيت هنا كيوقع مشاكل اللي هي كثيره وكثيره جدا داكوغ دابا غادي نمشيو نافونسي واحد شي شويه في كلكو زيكزارسيس اولا غادي نافونسي شويه في التركيب ديال بعض العمليات بيان سور سدا نائمة لاباكيس مهمة جدا ضروري بالنسبة لوليا كاين واحد لوليا أهلا أستاذ حمو بارك الله فيك مرحبا بك الله يلا توحشناك أخوي العزيز مرحبا أستاذ مريم إلا كان ديك لوليا ديال لاباكيس تا غادي تحطيه فوالا أستاذ سهام الحصة مسجلة داكور مرحبا بالاخوات والاخوان كاملين فوالا باقي غادي نتواصل مع الاخوان الاخوات اللي كانوا معنا سابقا غادي نبداو لو بروجي اللي كنا درنا اونصوم ان شاء الله ديال صناعه ماركه ديال كل واحد فيكم ان شاء الله باش يخدم لي بغومون ما يكونش تابع لشي شركه ولا شي اسم معين وهذا الشيء غادي باقي غادي نديروه ان شاء الله اونصومبل ان شاء الله اذا خاصني نقدي واحد شويه ديال الخدمه وغادي نحاول دونك غادي نحاول نشوف شي واحد اللي غادي نكلفو يعني في ليكيب ديالنا ولا شي حد اللي يكون انتريسي الا بغى يخدم واحد الخدمه ديال ليستيون ديال المدربين اللي باغيين يخدموا هذا لو بروجي هذا حيتاش لي فرانشيز شحال ديما كانوا كيدخلوا المغرب اول فرانشيز تباعت في المغرب باش دايره شي 50 مليون تقريبا ما فيهاش غون شوز صراحه سي با غون شوز مزيانة فيها لو سيستيم فيهم بوكو دو شوز مي هادشي غادي نخدمو عليه شي حاجه ان شاء الله افضل بيان سور لا فرانشيز ديال منين دوله لدوله كتكون شويه غاليه وعاد كاين اللي مثلا كيبدا يقسم ديك لا فرانشيز مثلا انا كنشري فرانشيز مثلا فشي دوله وكنشدها بحال هكا كيكون عندي الحق انا نبيع سوف فرانشيز بحال مثلا في مدن كي واحد مثلا فشي حي يبغي يخدم مثلا البروجي كياخذ لا مارك كياخذ لو سيستيم كامل وحنا هاد لو سيستيم هاد الطاقه دي كلها غادي ندربكم عليها ما غاديش حيتاش انا التدريب ديال المدربين اللي كنت كنحضر ليه اللي داتو ميم مع شوان شوان شين داتو اونلاين ما كيعطيكش فرانشيز ما كيعطيكش شي واحد ما غاديش يعطيك لو سيستيم دو ترافاي غادي يجي كيعطيك التقنيات كاع التدريبات اللي داتهم كيعطيك التقنيات اما لو ديتاي وبعد ومثلا كيفاش انك تنجح لو بروجي داك الشيء ما كاينش ما كاين حتى شي فورماسيون في هذا الشيء هذا داكوغ اولا كتلقى شي واحد حتى فورماسيون كيقول الناس غادي ندير لكم باش ننجحكم بروجي انا صراحه ما درت لا فورماسيون دو فورماتور الناس اللي كيعرفوني قبل حتى دازت سنوات عاد بديت كندير لا فورماسيون دو فورماتور حتى درت لا فرانشيز ديالي تطحت في اخطاء كثيره حتى كنت غادي نحبس وكملت وافونسيت عاد جي لونسي لا فورماسيون دو فورمات داكور دونك هذا شي اساسي جدا ما يمكنش انا غادي ندرب عند شي حد اللي خدا لا فورماسيون نيشان وبدا ما كيدربش الوليدات وهذا الشيء لو ديتاي اللي كنقول لكم مهم جدا جدا اي حاجه قلتها سواء في التركيب سواء في المسكه سواء هذا غادي تنفعكم ان شاء الله بزاف هابيا اذا غادي نشوفوا حنا لي ديزاين داكور دونك حنا درنا لي زونيتي غادي نمشيو لي ديزاين لا ميم شوز بالنسبه اللي باقي ما فهمش مزيان التركيب ديال الاعداد ديال لي زونيتي نمشيو مثلا لو 10 الا بغينا نديرو لو 10 غادي نخدمو ب لا كولون ديال لي ديزاين داكور دابا غادي نجيو هنا
غادي نشوف لون ديال لي ديزاين وغادي نديرو ان اكتيفيو لو 1 داكور انا اكتيفيت لو 1 مي انا ملي اكتيفيت لو 1 في هاد لا كولون هادي شحال غادي تقرا ليا نورمالمون في لا ليكتور لا ليكتور ماشي 1 غادي تقرا 10 علاش حيت انا كتبت لو 1 فين كتبتها كتبتها في لي ديزاين داكور اذن دات لو 1 في لي ديزاين غاتعطيني لو 10 دونك غادي ندير دابا 20 متر 0 20 20 غادي تشوفوها هنا في لا كولون في البارطاج هي هادي 20 الى درنا لو 3 في لي ديزاين غادي تلقى لينا شحال 30 كيف ما غادي تشوفوا هنا في اللوجيسيال هادي 30 متر 0 40 غنشوفوها في اللوجيسيال متر 0 50 دونك 50 غادي نديرو 50 تو سامبلومون غادي نمثلو 5 في لا كولون ديال لي ديزاين الى لاحظتوا شو كنقول لكم كنقول لكم غادي نمثلو لو 1 ما غاديش نقول لك 10 ما غاديش نقول لك مثلا حتى عقلي كتجي سامبل علاش حيت انا في لو في لي زونيتي انا شو دابت انا دابت اني نمثل لو 1 حتى في لي ديزاين داب نمثل لو 1 حتى في لي سنتيم داب لو 1 دونك فين كتكون هنا لا ديفيرونس كتكون في لا ليكتور في القراءه داكور دونك انا في التركيب ديال الاعداد راه ساهله فاسيل الا تعلمت كيفاش نركب من 1 حتى 9 صافي غادي نركب اي رقم وكاينين بعض المراكز الاسيويه القراءه ديال لي شيفر ما كيقراوهاش بالطريقه اللي كنقراوها حنا بحال مثلا عندي هنايا مثلا 232 ما كيقراوهاش مثلا 232 باللغه ديالهم كيقراوها 232 داكور 232 كيقولوها بهذا الترتيب هذا 232 يعني انايا شنو كندير كنتعلم جوست مثل رقم من صفر حتى 3 سعود سمح لي استاذ سهام من 1 حتى 3 سعود دونك من 1 حتى 3 سعود سا مارش فوالا اذا غادي نديرو غادي نزيد نعاودو دونك شنو قلنا 10 غادي مثلتها في العشرات 1 مثلتها في العشرات غادي تبقى ليا 10 الا مثلت 2 في العشرات تبقى ليا 20 إلا مثلت 3 في العشرات غادي تبقى ليا 30 إلا مثلت 4 في العشرات غادي تبقى ليا 40 إلا مثلت 5 في العشرات غادي تبقى ليا 50 إي أنسي دو سويت دابا باش نديرو 60 شنو غادي نديرو إما إلا كانت 5 مأكتيفيا غادي نزيدها لو 1 هاهي 60 إلا ما كانتش مأكتيفيا غادي ندير القص بحال اللي درنا في الوحدات إذا غادي ندير عملية القص وغادي ندير هنا غادي نهبط 5 ونطلع 1 وغادي تبقى ليا 60 كيف ما غادي تشوفوا في اللوجيسيال 70 كذلك نتوما قبيله خدمناها 70 أولا 8 في العشرات اللي غادي تعطيني القرابة 80 و 9 في العشرات اللي غادي تعطيني 90 إذا دابا غادي ندير واحد التدريب أخر غادي تحاولوا دابا اللي عنده المعداد الياباني سي تري بيان اللي ما عندوش يحاول ياخذو في الحصه الجايه باقي نديرو الحصه الجايه عاوتاني تذكير ونخدمو بعض العمليات اذا غادي نديرو من 1 الى 20 من 1 حتى ل 20 ياك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 عرفت راسي واش زربت ولكن غادي نشرح لكم بعدا كيفاش القضيه ديال 11 شنو كنا قلنا قبيله مثلا 10 هي واحد في العشرات ولكن 11 شنو هي 11 هي واحد في العشرات كيف ما تشوفوا في اللوجيسيال 11 هي واحد في العشرات وواحد فين في الوحدات اذا هي 11 اذا عندي هنا غادي ندير واحد في العشرات واحد في الوحدات التطبيق في لاباكيس انا سبعة كنخدم بالابهام داكوغ اذا كيف ما غادي تلاحظوا اما غادي ندير حركه وحده على حسب اللي تدربت عليه اولا غادي نمشي لواحد في العشرات وانا كيفي واحد في الوحدات بغيت ندير 12 غادي ناخذ واحد غادي ناكتيفيها
في العشرات وغادي ناكتيفي جوج في الوحدات. بغيت ندير 13 واحد في العشرات وثلاثة في الوحدات، 14 واحد في العشرات وأربعة في الوحدات، 15 واحد في العشرات وخمسة في الوحدات، 16 واحد ستة، 17 واحد سبعة، 18 واحد ثمانية، 19 واحد تسعود، وهي غادية 20 جوج في العشرات. إذا نعاودو، نعاود دابا معكم بشوية. يلا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اثناش ثلاثاش أربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش ثمنتاش تسعتاش عشرين. نزيد نسرع شوية، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اثناش ثلاثاش أربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش ثمنتاش تسعتاش عشرين. ونبقى ندرب بحالكم، نبقى ندرب حتى نزيد نغونفورسي لا فيتاس ديالي. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اثناش ثلاثاش أربعتاش خمستاش ستة سبعتاش ثمنتاش تسعتاش عشرين. الصبع ديالك الحركة الأصبع تفوت في الحركة ديال لا ديكتي. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اثناش ثلاثاش أربعتاش خمستاش ستة سبعتاش ثمنتاش تسعتاش عشرين. وكتبدا تدرب بشوية بشوية حتى كتغونفورسي ميم لا موتريسيتي، كتبدا تغونفورسها بشوية بشوية وكتشد لعبة ديال لاباكوس. كذلك الإخوة الأخوات دائما أسوسييو، دائما خدموا لي دو أو ميم طون، خدمنا مع المعداد ونخدموا كذلك بدون معداد. لا باقي أنا يلا حيتاش كيسحبني، واش كنت درت واحد الخطأ كيسحبني، واش أنا عندي الحصة الثالثة. داك الشيء علاش كنت غادي ندير الحساب مؤكب، ولكن لقيت راسي عاد قالوا لي الأخوات والإخوان قالوا لي هذه الحصة الثانية. دونك انا درت خطا، نورمالمون الحصه الثانيه هي اللي فيها الجمع المؤكد. غادي نحاول دابا هين ميتيزيو شي شويه الحساب البسيط وعاد غادي نديرو الحساب المؤكد، حيت انا داك الحصه الاولانيه اللي دات كانت هي حصه تقديميه. واخا دات حصه تقديميه بديت كنشرح، مي ما كتكونش عندك المعداد صعيب انك تبدا تفهم، يعني غتجي في شكل. سينو اللي عنده تليفون خا انستالي داك اباكوس، واحد هذا شي لوجيسيال، يبدا يخدم. واخا ماشي بحال بحال، راه ماشي بحال بحال ديتو، ملي كتاخذ لاباكوس كتعلم ديال التصفير وكتمسك ديال لاباكوس وكتشدها لا موتريسيتي كتكون حسن، كتكون واحد لا موتريسيتي فين يكونوا فوائد ليا كثيره. الفيرتوال كتفهم به، ولكن هذا الماتيريال كدير به التدريب. داكوغ، اذا فوالا فهمتوا دابا. نركبوا من واحد مثلا من واحد تلمية، مزيان تخي بيان مسادة السهام. فوالا، الوحدات ممكن نوصل بها الى رقم، لا واش الوحدات ممكن نوصل بها الى رقم 20؟ لا استاذ الحسين، دكتور استاذ الحسين، حنا بالنسبه للوحدات قلنا انا غادي نشرح لك في هذا في هذا زعما لاباكوس فيرتوال. إذا أنا من واحد حتى لتسعود هي اللي غادي نديرها في الوحدات، ماشي من واحد حتى لعشرين، من صفر حتى لتسعود هي اللي في الوحدات. بحال جدول العد، جدول العد عندي بلاصة كندير فيها إما الصفر إما الواحد، إما من واحد حتى لتسعود، من صفر حتى لتسعود، عاوتاني في جهة العشرة من واحد حتى لتسعود، لا ميم شوز في لاباكوس. عندي هاد البلاصة هادي اللي كندير بها لاسوغي دابا، معرفتش واش باينة ولا لا، هادي هي الوحدات، كندير فيها الصفر، ندير فيها واحد، وندير فيها جوج، وندير فيها ثلاثة، ندير فيها أربعة، ندير فيها خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود. أنا ملي كندير كنمشي ننتقل ديال العشرات، إلا درت فيها واحد كتقالي عشرة. داكوغ، إذن هانت عشرة، حداش، اثناش، تلتاش، ربعتاش، خمستاش، ستاش، سبعتاش، ثمنتاش، تسعتاش. داكوغ، 20 هنايا هي 20 وهي غادا. دونك بالنسبه للعشرات شنو غادي نديرو؟ من الوحدات العشرات نديرو 99،
D'accord. إذن اللي بغى يعيد 99 فيت في يلا خذوا لاباكوس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 دونك حدني حد 99. اذا هنايا راني درت العدد 99 ومزيان بالنسبه للوليدات نبداو نديرو معاهم اون طون زون طون العد سا مارش نديرو معاهم العد من 1 حتى 20 من 1 حتى 30 ونطلعو نديرو ديك لاباكوس الكبيره لاباكوس الكبيره اللي كنعلقها في السبوار ونبدا نوض مثلا في الحصص الاولى. هادشي كندير لكم دابا في الحصص الاولى كنبدا نوض الوليدات. يلا دير ليا مثلا دير ليا العد من 1 حتى 20 دير ليا انت من العد من 1 حتى 15 ونصفقوا عليه وفوالا ندخلوا كل واحد يدير شي شويه باش كنتاكدوا حتى الوليدات كيكون داك الفيدباك داكور. يعني نعطي الوليدات شي شويه يخدموا نلاحظوهم نخليو الجروب يشجعوا اي ان سي دو سيت. وكاين بزاف ديال لي زاستوس في الحصص الاولى. الحصص الاولى نقدروا نقولوا هي من اهم الحصص حيت الحصص ديال الاستاذ ديال الحساب الذهني باش ياسوري ديك لا موتيفاسيون وياسوري داك الاستفاده وياسوري حتى بالنسبه للوليدات باش يبداو يرجعوا عنده خاص تكون الحصص الاولى مدققه وزوينه وتكون فيها واحد لا كونسونطراسيون اللي هي كبيره جدا جدا. كاينين مسابقات بحال مثلا كنجيو كنعطيو مثلا كنخدموا بار جروب مثلا غادي نعطي مثلا عندي صف عندي جوج صفوفة في القسم عندي مثلا الصف الاول والصف الثاني عندي جوج صفوفة غادي ندير لهم مثلا غادي ندير لهم واحد الورقه فيها واحد لوبيراسيون فيها 20 طبقه مثلا ياك الصف غادي نعطيهم نفس لوبيراسيون وغادي يبداو يخدموا عفوا بغيت نقول 20 ماشي 20 طبقه بغيت نقول 20 تمارين 20 عمليه وكل عمليه فيها 3 حتى 5 ديال الطبقات. باش ناخذوا الفكره بلاتي مزيان باش نشرح مزيان تفهموني شنو بغيت نقول لكم ناخذوا غير الكتاب. فين هو الكتاب اللي كنت بحال مثلا هنا بحال مثلا غادي نعطيهم نعطيهم هاد الطابلو هذا ياك فوقه هاد نفس الطابلو غادي نعطي جوج صفوفه. دابا هذا هي بعض الافكار الابداعيه باش باش الحصص كيدوزو زوينين كتكون فيها حتى حتى المتعه وكندخلوا فيها حتى العمل الجماعي. هنا غادي نعطيو مثلا كل صف غادي يخدم لينا 20 عمليه ياك وغادي نعطيو غادي نديرو مسابقه غادي نشوفو شكون الصف اللي غادي يربح غادي يدير بسرعه شنو كيديروا الوليدات. دابا الاولاني شنو كيدير كيخدم له العمليه الاولى وكيعطي لهذاك اللي من موراه كيخدم العمليه الثانيه وكيعطي هذيك الموراه كيخدم العمليه الثالثه وكيعطي هذيك الموراه كيخدم العمليه الرابعه وكتبقى الورقه الدور 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 بحال هكا حتى كيساليو وكنشوفوا شكون اللي كيسالي الاول وعاد كنشوفوا شكون اللي عنده اكبر عدد ديال العمليات صحيحه. اذا اللي سالي الاول وعنده اكبر عدد ديال العمليات صحيحه هو اللي كيربح اولا اللي عنده اكبر عمليه غادي نشوفوا الكريتير الاول هو العمليه تيكونوا صحاح نشوفوا العمليه تيكونوا صحاح كناخذوا ككريتير نيميرو 1 وعاد كنمشيو للكريتير نيميرو 2 لا فيتيس. الا كانوا مثلا العمليات كلهم صحاح غادي نشوفوا التقييم ولا التقسيم شكون اللي ربح هو اللي عنده لا فيتيس في اسرع مده ممكنه. داكور دونك هنا بالنسبه لينا غادي نمشيو
نكملوا التدريب ديالنا. كنا شفنا التركيب ديال الاعداد ديال لي كولون. دابا غادي نشوفوا ثلاثه لي كولون. غادي ناخذوا مثلا 100. اذا هنا غادي تكونوا دابا فهمتوا شنو بغيت كنقصد لكم قبيله، باش غادي ناخذ 100. غادي نمشي لا كولون، لا ثوازيام كولون غادي نكتب فيها واحد. يعني نمشي ثوازيام ثوازيام كولون كتبت فيها واحد، غادي نقراها شحال؟ غادي نقراها 100. الا كتبت فيها جوج 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900. دابا الا بغينا نكتبوا رقم، مثلا ناخذوا شي رقم عشوائي، ناخذوا مثلا في هذا الصف الصف السابع 435، 435. إذن 435 شحال ديال لي كولون غادي نستخدم؟ 3، حيت عندي حد المئات. إذا غادي نمشي لثوازيام كولون أو الكولون رقم 3، شحال غادي نمثل فيه؟ غادي نمثل فيه 4. وغادي نمشي للكولون ديال العشرات غادي نمثل فيه 3. وغادي نمشي للكولون ديال الوحدات غادي نمثل فيه 5. ممتاز، مزيان. إذن إلا جينا نديرو القراءة، إما غادي نقراو 435، أو غادي نقراو 435، داكوغ؟ أون فرونسي 435. كاين فرق بين الفرنسية والعربية هو الترتيب ديال القراءة. إذا أنا بالفرنسية غادي ناخد ندير 435، ولكن بالعربية شوفوا غادي ندير 435. دونك يعني غادي نمشي للوحدات عاد العشرات. كيكون حتى مشكل واحد اخر مثلا في 79 مثلا او لا 95 انسي دو سويت، حتى هو كيوقع فيه هذا الديكالاج. داكشي علاش في بعض كما قلت لكم بعض المراكز كيعتمدوا على القراءه ديال الرقم برقم من اليسار الى اليمين، وحتى هي الطريقه اللي هي صحيحه نقدروا نعتمدوا بها مع الوليدات ديالنا، سورتو ملي كنتكلموا على عمليات اللي هي كبيره جدا. داكوغ؟ إذن دابا نتمنى تكونوا فهمتوا الفونكسيونمون ديال الارقام. مثلا غادي ناخذ مثال واحد اخر، مثلا مثلوا 1298، 1298. أستاذة هدى شكرا على السؤال. بالنسبة للجدادات، الجدادات ديال المدرب بالنسبة ملي كنتكلموا على الفرانشيز، ما عرفتش دابا حيتاش في البروجي ديال الحساب الديني كاين جوج الأنواع. كاين النوع اللي كيتانتيغرا في ليكول، وكاين النوع ديال لا كومبيتيسيون كيكون كومبيتيتيف. صراحة لا كاليتي كتكون بزاف النوع الثاني كومبيتيتيف. الا كنتي كتكلمي ليا هنا على الحساب الديني اللي كدير في لي زيكول بريفي، لي زيكول اون جينيرال، وكيدخل مع الرياضيات وكيدخل مع المواد، هادو في بعض المدارس كيديروا هاد القضيه هادي. انا كنشجع على لا ميثود الثانيه، زعما بحكم التجربه ديالي وبحكم يعني فين كيكونوا لي ريزولتا هما في لي كلوب بريفي. مثلا كيكون مثلا ميم ليكول بريفي كدير الحساب الديني ولكن ما كتدخلوش مع الحصه، داكوغ؟ من الاحسن بويس الدوله مثلا باقي ما دخلاتش الحساب الديني، كانت واحد المذكره خرجت في واحد الوقت بانهم مكتوبه بقى يتابعيني بان الصوبان غادي يدخل، تقنيه الصوبان غادي تدخل في المؤسسات ديال الدوله. كان هاد الشيء هذا كان زعما مدونا، هادشي كان مكتوب زعما قريتو بعينيا، زعما هادشي كانوا خدامين عليه، مي بور لانستون باقي ما تفعلت حتى شي حاجه. وبالتالي من الاحسن صوبان واخا يدا سوا في الحكومه ولا في هذا يدا دي كلوب بريفي، حيت ماشي كلشي غادي يكون موتيفي 100% باش انه. السلام عليكم استاذه هدى، تفضلي. المهم حيتاش الاستاذه مديره في واحد المدرسه هي طلبات من واحد الاستاذه انها دير الجدادات، داكشي علاش سالتك انا. يعني هي تخدم معاهم كحصه تكميليه للمدرسه، يعني في الحصص الدراسيه. حصص دراسيه
يعني كيفاش ممكن تصاوب ديك الجداده؟ واش كتعطى حصه بوحدها فيها شحال فيها من ساعه؟ شحال فيها من ساعه في شحال فيها من ساعه في ما عرفتش انا بالضبط، ربما كتعطيها 45 دقيقه كنظن، بس انا غير واحد الاستاذه هي اللي سولتني، فبغيت نسولك. يعني هي كتقري الحساب دي، هي عندها كانت كدير كتقسم كتقسم مثلا كتقسم مثلا المسابقات. على حسب لي زوتي اللي عندها. شوفي الا كانت عندها لابليكاسيون غادي دير الفلاش، وكان عندها دي زيكزارسيس اوديتيف وكان مجهز، غادي دير الجداد على حسب الانشطه اللي كيكونوا عندها حاجه. وهي ما عندهاش ماتيريال، ما عندهاش الفلاش، دونك ما غاديش تدخلوا في الجداد. دونك هي مثلا عندها عندها الفلاش، عندها الفلاش وديجا ديبلومي، يعني عندها كل شيء، غير كيفاش تصيب الجداد اللي ما عرفاش. وسولتني شوفي. انا قلت ما عرفتش. وهنا شوف هنا فين غادي يكون، هنا فين غادي نقول لك يعني شنو هو لو سيستيم اللي عندها. واش عندها ان سيستيم ولا عندها جوست اون فورماسيون؟ حيتاش علاش كيتباعوا لي فرانشيز؟ علاش كتلقى فرانشيز مثلا كتباع؟ لا، عندها فورماسيون، عندها وهي فورماسيون. عندها فورماسيون ما عندهاش سيستيم. دابا كاين فرق بين فورماسيون وسيستيم. وملي كتكلم لك على سيستيم ما كنتكلم لكش على كتوبه. دونك ان سيستيم هو واش عندها لو كونتوني ديال 4 مثلا ولا ديال 3 ans، ولا شنو هو لو كونتوني اللي عندها، فهمتيني؟ ولا بحال شنو فورماسيون. كونتوني؟ يعني هي راه عندها يعني دوزت فورماسيون وخدات الدبلوم ديالها وعندها الفلاش ديالها حتى هو خداته من ليكول دونك اللي هنا دارت كيف فيها. كتبقى دابا هي منين سولات، شي منين سولات هذا السؤال ما عرفتش واش هذا الشيء دا عندها في لا فورماسيون ولا لا. حيت حنا التقسيم ديال لا فورماسيون مثلا ملي غادي نصايب واحد الجداده غادي انا كما قلت لك انا جاوبتك على السؤال في الاول، حيت تكلمت لك على واش غادي ندخلوه في ليكول ولا غادي نديرو سيستم في لي كومبيتيسيون اولا. دونك كاين دي بارامتر، يعني ما يمكنش انا تحكم تعطي جداده هي هكا، فهمتيني؟ شنو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين؟ واش غادي يكونوا دي كومبيزيسيون لا لا؟ شنو هما هاد المسابقات؟ واش عندها كتوبه واجدين داكور؟ واش عندها الفلاش؟ اين نوع ديال الفلاش؟ واش عندها الفلاش مقسم فيه الحساب البسيط والحساب المركب؟ حيت كاين واحد الفلاش ما فيهش تقسيم بحال دابا هاد الفلاش هذا. انا نعطيك مثلا هاد الفلاش هذا فيه التقسيم. مثلا غادي ناخذ الفلاش غادي ندير بلوس، غادي نلقى هنا الكالكول سامبل، غادي نلقى مثلا لي زامي دو 5 لي زامي دو 10، كنلقى لي فورمول كاينين في الفلاش. دونك شنو هو النوع الفلاش عندها؟ دونك انا ملي غادي يكون عندها الفلاش مقسم هاد الفلاش هذا منين كنجيبوه؟ هاد الفلاش ديال واحد السيد في كازا، هو اللي كان عطانا لوتوريزاسيون باش نبيعو، حيت هو في الاول كان كيبيعو كيبيعو بشي 1500. هذا المدرب حنا عاطينو لينا بحال هكا، كنديرو في لا فورماسيون بالنسبه لي فورماتور ديالنا، كيكون بحال هكا برومو، اما برومو ب 300 كيكون كيبقى افي، اولا كيكون 500 درهم. دونك الثمن ديالو كيكون 500، كانت فيه لا ليسونس وفيه التقسيم. هذا باش زوين فيه مثلا كل قاعده بوحدها. ملي كنجي مثلا الاصدقاء الخمسه كتلقى كتخدم بلي فورمول، كتخدم فورمول بلس 1 فورمول بلس 2 اي ان سي دو سويت، وعاد بيان سور لو تيب كتلقى لي سونتين اي لي ميليي. بالنسبه للفلاش الاخر كاين غراتويتمون ميم سور انترنيت، كدير فلاش كالك ما عنديش هنا في هذا البي سي هذا، هذيك ما فيهش تقسيم. دابا هذا هو لافونتاج ديال ان فلاش كيكون فيه التقسيم، يعني كل حصه تقدر تنوع حتى الحواس اللي غادي يخدموا بهم الاطفال. ما غاديش تخدم فقط بالكتاب او لا مثلا بالاملاء، مي كتخدم كذلك بالكتاب. استاذ بالنسبه الى عندها الكتاب، شنو ما نقدرش نافونسي معاك بزاف علاش حاجه عندي بروغرام. دونك الا كان ممكن تواصلي معنا ان شاء الله باش نكمل هذا، سمحي لي بزاف. داكوغ، دونك بالنسبة غادي نمشيو ننتقلو مباشرة، ما بقاليش الوقت بزاف، إن شاء الله غير تواصلي معايا غادي نهضر معاك ولا تواصل مع أستاذة فتيحة. فوالا، بالنسبة قلنا غادي نبغيو نركبو مثلا 1298، إذا غادي ناخدو هنا بلاصة ديال الآلاف وغادي نديرو فيها واحد، إذا هي 1200. دونك جوج غادي تكون في المئات، سعود غادي تكون في العشرات،
وثمانية غادي تكون في الواحدات. إذن هنا 1298. إذن هنا غادي نمشيو باش نافونسيو شي شوية في البروغرام، غادي نخدمو بعمليات ديال الحساب البسيط. إذا في الحساب البسيط للجمع والطرح يكفي أنني نعرف لو برانسيب ونعرف الطريقة ديال تحريك الخوازات، وغادي نخدم الطريقة اللي هي في الإكسل. إذا غادي ناخد مثال، غادي ناخدو شي مثال، مثلا غادي ناخدو هاد الجدول هذا. غادي ناخذوا الجدول هذا، اذا خذوا معايا لاباكوس ديالكم ياك، وغادي نحاولوا نخدموا هذا الجدول هذا اللي فيه 6 ناقص 5 زائد 1 زائد 7 ناقص 0. اذا ما عرفتش الا كنتو كلكم كيبان لكم وانا كنخدم في لاباكوس مزيان، اولا الا بغيتو نخدم في اللوجيسيال بحال هكا اللي بغيتو فيه. اذا شنو اللي تفضلوا؟ كيبان استاذ، كيبان في لاباكوس، كيبان في لاباكوس. اذا غادي ناخذو، غادي نخدم في لاباكوس باش نشوفو حتى نضبطو الطريقه ديال الفيكساسيون ديال لاباكوس ديالي. داكور، تحريك الخوازات والقلم بيان سور الجهه اللي كتكتب تكون في هاد لابارتي هادي، ونحاولو ندربو. تحاول مثلا الريزولتا اللي خرجت لك الا كنتي طبعتي هاد الكتاب هذا مزيان، يعني ربما تواصلتوا مع الفريق عطاكم الكتاب، حيت هاد الكتاب هذا مجاني اللي معنا في لا فورماسيون كنصيفطوه ليك، تقدر تطبعو وتخدم معنا فيه في الحصص ديالك. اذا غادي نجيو ناخذو هنا مثلا في العمليه الاولى 6 غادي نديروها بحال هكا وحده، موان 5 بالسبابه، بلس 1 بالابهام، بلس 7، لاحظوا بلس 7 عندي 2 غادي نزيد 7، يعني غادي نزيد باش نزيد 7 غادي نطلع 5، نهبط 5 ونطلع 2 فوالا، ناقص 4 غادي نديرها بالابهام غادي تعطيني الريزولتا 5. حاول انك تخدم ودير 5. الا كنتي خدام اون فيتاس تقدر تخدم اون باراليل، زعما بلا ما تركز على الصوت ديالي يخدم، انا غير كنزيد كندير لا ريبيتيسيون في الشرح. الثانية 4 ناقص 3 زائد 2 زائد 5 ناقص 2 عطاتني 6. حاولوا تدابوا على هذه الحركة هذه، والحركة هنا في هذه العملية الأولى أهم من النتيجة. يعني المدرب ديال الكالكول مونتال الجابوني علاش كركز في اللوك؟ كركز على لا بوزيسيون، كتكون مهمة جدا جدا. داكوغ، متر زيرو 7 ناقص 6 زائد 1 زائد 6 ناقص 1 عطات 7. عاوتاني ثالثة 4 ناقص 3 زائد 7 زائد 7 عندي 1 وغادي نزيد زائد 7، يعني غادي نهبط 5 ونطلع 2، مي غادي نديرها بحركة وحدة، غادي نقص بحركة وحدة هي زائد 7 زائد 1 عطاتني 9 ونقصو 8، دونك نقصو 8 غادي نطلعو 5 ونقصو 3 غادي تبقى ليا 1 هنايا ريزولتا اي انسي دو سويت. اذا حبسنا في الرابعة، حاولوا تخدموا مثلا من 5 حتى 10، واللي حل في شي عملية يسولني ونحاول نعاود نشرح ليه. إذا الخمسة شحال عطات؟ إذا الخمسة أستاذ أنا عدت ستة. مرحبا أستاذة مريم، تفضلي. لا عدت بيت البيت صباح لأنه ستة. صوت بعيد أستاذة مريم، صوت ما سمعتكش مزيان ياك استاذه مريم اللي سولتي، بغيتي تبدا التطبيق هادشي اللي سمعت انا. يلا بغيت تعاود معايا غير على الوقت، نعاود رقم 6 ونعاود رقم 5 نخدمها ماشي مشكل.
يلا هانتوما رقم 5 انا غادي نعاودها هنا، فغادي نعاودها في اللوجيسيال. ها هي 8، ها هي غادي نقص، غادي نهبط 5 ونطلع 3، ها هي 8 ناقص 7. غادي منين غادي نقص 7 شنو غادي نقص؟ غادي ديزاكتيفي 5 غادي نطلعها وغادي نهبط 2، يعني غادي نطلع 5 ونهبط 2 هاني درت ناقص 7 زائد 1 غادي نطلع 1 داكوغ، زائد 5 غادي نهبط 5 وناقص 1 غادي نقص 1 وغادي تبقى ليا النتيجة هي 6 في العملية رقم 5. داكوغ نعاود، 8 ناقص 7 زائد 1 زائد 5 ناقص 1 داكوغ، هذا رقم 5. رقم 6 حاجات لكم داكوغ. شكرا. مرحبا تري تري بيان، خرجت 3 مزيان. إذا 4 ناقص 3 زائد 5 بالسبابة زائد 3 غادي نطلع 3 ناقص 6 غادي نقص 5 ونقص 1، ومن الأحسن ديها بحركة واحدة هي عطتني 3. عملية ثانية ناقص 2 إذا خرجت 7 2 2 واحد لا 8 واحد 8 عندها خرجت 2 8 اللي خرجت 2. إذا غادي نشوفوا 7 درنا 3 ناقص 2 زائد 1 زائد 6 ناقص 7 خرجت لنا 1 كما قالت الأستاذة سهام. ورقم 8 8 غتساوي 3 3 مزيان درتو 8، يعني بحركة وحدة هبطتو 5 وطلعتو 3 وهبطتو 3 بالإبهام فوالا، وزدتو 1 بالإبهام وزدتو 2 عاوتاني بالإبهام وقصتو 5 بالسبابة بقات لينا 3. رقم 9 شحال خرجات؟ ثلاثة. إذا أنا رقم 9 خرجت لكم 3، إذا درتو 3 طلعتو 3 نقصتو 2 نقص 7 زدتو 5 بالسبابة وزدتو 2 بالإبهام ونقصتو 3 تساوي 5 خرجت 5 خرجت 5 ممتاز. إذا حاولوا تخدموا دابا من 11 حتى ل 20، يلا من 11 حتى ل 20 اللي بغى نعاود ليه شي حاجه يقولها ليا صافي نعاودها. هيك اما يكتبها ليا اما أربعة. دونك رقم 11 أربعة. 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 دونك عندي كاتر بالنسبة لرقم 11، بغيت نصغر الكتابة شي شوية، ندير الكتابة كبيرة هنايا كتغطي ليا كاع على إكس. ها هي فوالا دونك 4 تخي بيان. رقم 12 شحال؟ واحد 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 تخي بيان واحد ممتاز. رقم 13 شحال؟ ستة ممتاز. ستة رقم 14 شحال؟ واحد واحد طيب يا ممتاز واحد. رقم 15 شحال؟ ثلاثة ممتاز ثلاثة. رقم 16 شحال؟ ثلاثة ثلاثة ممتاز ثلاثة. رقم 17 شحال؟
خمسة. ممتاز، خمسة. موالي جوج. أربعة. اثنان. نعم جوج. جوج. نعم. ممتاز. واحد. واحد. ممتاز. واحد. خمسة. هنا خمسة. خمسة. دونك هنا غادي تحاولوا دابا غادي نخدموا بلا ميعاد، ولكن غادي نديروا عملية أسهل. ممتاز، داكوغ، متفقين. دونك هنا غادي ناخذوا عملية أسهل، فيها غادي ناخذوا هذا الجدول هذا. ناخذوا الجدول الأخير. دونك ناخذوا الجدول الأخير وحاولوا تخيلوا الميعاد. عملية ديال التخيل غادي نتكلم لكم على ثلاثة ديال التقنيات، ياك؟ التقنية الأولى ديال التخيل هي أنني كنشوف بلاتي غادي نشرح واحد لا ميثود ستة. اسمحوا لي نشرح لكم جوست واحد لا ميثود، هي سدوا لي ميكرو، نشرح لكم لا ميثود ونعطيكم باش نخدموا. دونك لا ميثود هنا ديال التخيل كيفاش غادي نديروا ليها. دونك في التخيل هادي غنخدموا على ثلاثة ديال الطرق. غادي نمشيو بالتدريج، غادي نمشيو من السهلة، من زعما اللي كتجي سهلة حتى الصعيبة، باش نمشيو بطريقة اللي هي متدرجة، وغادي نشوفو حتى اللي عندهم مثلا صعوبة في التخيل. نمشيو مثلا الطريقة اللي هي سهلة، الطريقة هي السهلة هي أنني كناخد لاباكوس، كنشوفها بعيني وما كنلقيش الخرازات. يعني حنا بحال الاولى غادي ندير السعود ناقص واحد ناقص جوج، دونك هي ستة. كان بحال كنتخيلها بحال هكا. الطريقة الثانية كتشبهها شي شوية، هي كنحرك فيها الأصابع، هي كنشد الصورة ديال الميداد، الصورة في ورق مقوى وغادي نحطها فوق الطاولة بحال هاد الشكل هذا، الصورة ديال الميداد وكنبدا نقيس فيها بحال هكا. يعني الصورة ما كتحركش ولكن كنبدا نقيس فيها بحال هكا، واحد زائد واحد خمسة سبعة. كتعاوني حيت الحركة كترونفورسي ليماجيناسيون، داكوغ. كاين عاوتاني استخدام الأصابع، تحريك الأصابع حتى هي كتعاون. غادي نشد لاباكيس بحال هكا، مثلا غادي نبدا نتخيل تسعود ناقص واحد ناقص جوج هي سبعة. دونك هادو طرق. كاين واحد الطريقة واحدة أخرى بالنسبة للأطفال اللي عندهم صعوبة باش أنهم يتخيلوا، هو كنخدموا على التذكر، حيت العملية ديال التذكر هو نوع من أنواع ديال التخيل. بيان سور هو ما فيهش إبداع، علاش؟ حيت فقط كتذكر، ولكن كيغونفورسي داك النقص مثلا، ومع المدة بحال شي عضلة كتكون عندي ضعيفة كنبدا ندربها بشوية 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 حتى كتقوى. لا ميسكيلاسيون، فهذا بالنسبة للعضلة. بالنسبة للدماغ لا ميم شوز. بالنسبة للتخيل أنا الطفل ما كيقدرش أنه يتخيل ليا مثلا خمسة زائد اثنان زائد واحد، هي كنخدم معاه شوية ديال الإملاء مثلا كيجيه صعيب التخيل. إذا شنو كنديرو التذكر. شنو هو التذكر؟ مثلا غادي ناخد نفس العملية الأولى، غادي نخدمها معاه في الميدان ديمتخازي، غادي يخدمها معايا في الميدان. تسعة ناقص واحد ناقص اثنان، نفس العملية غادي نخدمها معاه تخيل، غادي نعاودها لي، ولكن ما غاديش يخدمها في الميدان، غادي فقط يشوف الميدان. غادي يشوف تسعة وغادي ينقص واحد وغادي ينقص جوج. عاوتاني نفس العملية غادي نخدمها مثلا في تحريك الأصابع، تسعة ناقص واحد ناقص اثنان. هاد العملية ديال التذكر والتكرار ديالها كترونفورسي العملية ديال التخيل، حيت التخيل تا هو كيتبدا يتبنى بشوية بشوية. يعني بحال في النوروسيونس، الا كنتو المهم كاين في النوروسيونس اولا نتكلموا بمصطلح بسيط، مثل لدونات الدماغ. الدماغ سبحان الله كيبدا يتشكل، الدماغ ديالنا كيبدا يتشكل. في الاول ملي كنا كنكتبوا اول مره، الا عقلتوا الالف او الباء كانوا كيديروا لنا النقط، وكتلاحظوا المده الزمنيه باش نديروا الف كتكون طويله، لا فليكسيبيليتي ما كايناش. دونك في الدماغ
في الدماغ ملي كنبدا نتدرب شويه بشويه على الالف كنبدا نكتبها وكنبدا نعاود نكتبها ونعاود نكتبها كيبدا يتكريو ليا واحد الروابط في الدماغ كيبدا يتشكل كتبدا بحال واحد نعطيكم اي واحد يعني لا ميتافور اللي بسيطه جدا مثلا واحد الماء كيدوز من واحد البلاصه اول مره فيها التراب مثلا شي بلاصه فيها التراب من الغابه مثلا عندنا واحد البلاصه كيتصب الشتا وكاينه شي هبيطه شو كيدير اوتوماتيكمون الماء كيبدا يدوز المره الاولى كيبدا يدوز المره الثانيه على حسب الجاذبيه وكيبدا يدوز المره الثالثه كل ما دار لا ريبيتيسيون في الدوزا كل ما كيدير واحد الطريق داكوغ كل ما كيبدا كينحت واحد الطريق اكزاكتومون في اللدونه ديال الدماغ وفي النورو سيونس شي حاجه مثلا اللي كتكون صعيبه حيتاش في لو كالكول مونتال جابوني شويه حساس نورمالمون من كيما الطفل ما كيقدرش انه يتخيل او طريقه الكتابه والجميل فيه هو ديك لا ريبيتيسيون شو كتبدا تخدم على لدونه الدماغ داكشي علاش هذيك لا ميثود ديال 3 فوا 3 فوا 2 واقيلا باقي ما درتهاش معكم كتخدم على التمارين ديال الاوتوماتيزم هذاك التمارين ديال الاوتوماتيزم ماشي الهدف ديالهم انني يعني يكونوا عندي دي ريزولتا صحاح ولكن الهدف انني نبدا نشكل نبدا نشكل اللدونه ديال الدماغ الدماغ ديالي كيبدا يتشكل بشويه بشويه حتى كنوصل واحد لو بوين ديال الاوتوماتيزم عاد كنزيدو كنغونفورسيو في التمارين كنسميهم لا كونسونطراسيون كومبلي كيكونوا شي شويه طوال عاد كنفيناليزيو بدي زيكزارسيس ديال لا فيتيس اكستريم حيت ميمكن بهذا داكشي علاش الطريقه ديال الاملاء اولا في الفلاش اولا الكتاب والترتيب ديالها والعدد ديال الطبقات كيكون مهم جدا 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 وهذا هو اللي قلت لكم خاص يكون عندكم تاكتيك باش اننا نوصلوا لواحد لا فيتيس اللي هي كبيره جدا داكور سمحوا لي الا كنمشي لكم على هذا الشق هذا المنهجي حيت هو مهم بزاف 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 انا عارف الاخوات والاخوان مهم مركزين بعدا باش يميتايزيو بعدا طريقه الحساب ولكن هادشي اللي كنقول لكم كنتكلم على الناس اللي باغيين يديروا بروجي ديالهم الناس اللي باغيين يفتحوا فرانشيز ديالهم راه هاد المعلومات هادو الا ما كنتيش غادي تعتمدهم على لو بروغرام ديالك ما البروغرام غادي يحبس ليك وما غاديش ينجح ليك وربما غادي تصدق داير واحد الانفيستيسمون اللي هي كبيره جدا وتصدق ضايع في الانفيستيسمون ديالك وبالتالي خاصك ترد البال للمعلومات دونك هنا الخلاصه ديال القول هو انني سواء في التخيل سواء في طريقه الحساب كنخدم على هذه القضيه اللي قلت لكم ديال لدونات الدماغ وكنخدم على منهجيه ديال نحت ولا الوصول الى الاوتوماتيزم اللي كيكون غادي بواحد لا فيتاس معينه داكور دونك انا دابا تكلمت لكم على طريقه ديال التخيل غادي تحاولوا في هذه العمليه هذه ولا في هذا الجدول هذا تبداو تخيلوا الطريقه دابا اللي بغيتوا غادي تشوف لاباكوس غادي تشوف تسعود غتحاول تخيل تسعود ناقص واحد ناقص جوج لي زوبيراسيون ساهلين دونك هنايا العمليه ديال التخيل حنا اللي بغينا نديروها داكور دونك العمليه الاولى شحال خرجات خرجت لكم 6 يلا العمليه الثانيه 5 خايب 5 العمليه الثالثه 3 خايب الرابعه واحد العمليه الخامسه صفر دكتور ايه بيان داكور السادسه 14 السابعه 7 يا ممتاز الثامنه 7 ممتاز 9 8 ممتاز رقم 10 صفر ممتاز ممتاز دونك بات لكم شويه الطريقه بديتو تولفوا شي شويه نحاولوا نديروا التخيل في هذا الجدول هذا يلا نشوفوا الاولى غادي شي شويه فيها 5 ديال الطبقات الصعوبه هنا غادي تزاد شويه 8 8 ممتاز الثانيه 7 ممتاز الثالثة اللي جاتو صعيبة يخدم بلا باكوس ثلاثة ممتاز ثلاثة
رقم 4 9 ممتاز 9 ممتاز رقم 5 8 8 ممتاز رقم 7 4 4 ممتاز رقم 8 7 رقم 8 9 ممتاز 9 رقم 8 9 رقم 9 8 ممتاز رقم 10 سبعة شحال سبعة ممتاز رقم 11 تسعة ولكن هذول اللي كيجاوبوني خاصهم يكونوا يديروا التخيل ديال الميدان ما تجاوبونيش تحسبوا بضعكم وتعطوني الجواب هذا المشكلة أنهم كيزربوا كيجاوبوا حنا يلا كنبدو كنخدموا كنهضروا كنخدموا مع الشباب هذو هما الأقسام هذو هما الأقسام المدمجة خاصك أي راه عندك بصح ولكن كي واحد شوية ديال الدعم كنلقيت راسي أنا يلا كنخدموا ودابا إلا كانوا كيغشوا حرام عليهم إلا كانوا اللي كيغشوا دابا الآخرين كيفكروا دابا أنا تلات صافي وقفت مابقيتش كندير والو ماشي مشكل كاين التسجيل تقدر تعاودو دونك ولكن ولكن بغينا مع الجماعه كون بغينا ما خاصهم دابا الحضور وما خاصهمش عام غادي نعطيو شي شويه ديال الوقت نعطيو شي شويه ديال الوقت يلا ما تجاوبوش مباشره نعطيو شويه الوقت عاد تجاوبوا نخليو الفرصه للجواب يلا نخدموا 11 حتى نقول لكم عطيوني الجواب يلا رقم 11 خليكم واحد شويه شحال خرجتكم 11 سعود سعود ممتاز نمشيو رقم 12 اخر 12 نعم جوج نعم مزيان رقم 13 شحال 8 ممتاز رقم 14 حاولوا تخيلوا ما تحسبوش بدماغكم دابا باش نتفقوا انتما ماشي قدامي كنتوا قدامي نعاق بيكم رقم 14 3 يعني 3 رقم 15 شحال رقم 15 8 7 لا 7 8 8 عفوا 8 رقم 15 8 رقم 16 حال 4 4 رقم 17 رقم 17 4 رقم 17 8 8 8 18 8 رقم 18 9 ممتاز رقم 19 7 7 7 7 ممتاز رقم 20 ثلاثة ممتاز ممتاز بالنسبة للكتاب فيه مع الميداد وبدون ميداد دابا في الكتاب شنو كيديروا الوليدات كيكون عندهم واحد الصف ديال العمليات كيبقاو يولفوا كيخدموا ثلاثة ديال الطبقات ولا جوج طبقات حتى هذه كنبنيو فيها الاوتوماتيزم كيبقى يخدم جوج طبقات الاول كيبدا يخدم افيك اباكوس من بعد كيبدا يدير التخيل شنو كيبدا يوقع عليهم هذا الشيء بالتجربة كيولي هي يشوف العمليه دماغه اوتوماتيكمون كيعطيه الريزولتا في البلاصه ما يعني هذا هو لافونتاج فيها وعاوتاني كنبقاو نزيدو لهم طبقه ثلاثه ديال الطبقات اربعه ديال الطبقات خمسه ديال الطبقات حتى كيوصل التلامذ لواحد المستوى خطير جدا بانه عرفتي كيشوف صف ديال 10 ولا 13 الرقم كيدوز يسبعو بحال هكا ولا عينيه الدماغ اوتوماتيكمون كيعطي الريزولتا داك ليفور انكونسيون كيكون كي بحال كيتنمى عنده واحد الكالكولاتريس لداخل ديالو داكشي اون فونكسيون علاش كنقولوا افيك اباكوس سون اباكوس
هذا الشيء اللي قلت لكم في الحصه الاولى ملي كنا كنعطيو التعريف ديال الحساب الذهني. الحساب الذهني هو خلق روابط ذهنيه، وبالنسبه للحركه من اقوى الروابط الذهنيه، حيت ملي كنديروا الحركه كنعاونوا، حيت الحركه كتعاون الدماغ، كتعاون على التخيل. وكاين ميم اللي عندهم الاطفال الا كنتو كتعقلوا مثلا شي واحد كيبدا يعرض كيبدا يتحرك بحال هكا، كيبدا يحرك رجليه بزاف، ولا كيبقى يحرك يديه كيبغي يتذكر. علاش؟ حيت الرابط ديال الحركه مهم جدا. داكشي علاش ملي كنبداو الوليدات يديروا الحركه، كيبداو يتدربوا على الحركه، كيعاونوا الدماغ من بعد كيوصلوا واحد المستوى. ماشي الا بدا انه يدير ديك الحركه بحال قلتي صافي، داك المكسور ديال لا ريبيتيسيون ديال هذاك لو جونغ ديكزيرسيس كيبدا يتنمى لوتوماتيزم. اذا الاخوان الاخوات استمتعنا مع بعضياتنا، دونك في الحصه القادمه عاد غادي نديروا الحساب مركب ان شاء الله. شكرا لكم. بالنسبه للاخوات والاخوان اللي باقي ما خداوش لو ليفغ، حاولوا تواصلوا مع الناس اللي هضروا معكم. هذا لو ليفغ مجاني، تقدروا تخدموا به، تقدروا تطبعوه، يعني راه بي دي اف فيه الاصدقاء الخمسه وفيه الحساب البسيط. طبعوه. والحصه الجايه يعني حاولوا انكم تاخذوا هذا المعداد الياباني اللي فيه ربعه ديال الطبقات، ربعه ديال الخرزات احاديه وخرزه خماسيه. خذوا من اي مكتبه، دير با 40 درهم كاع 50 كاع، زعما الا كانوا قلال ولا هذا. 25 درهم استاذ. ها؟ 25 درهم يلاه خديتو. 25 30 على حسب لا كاليتي. واش يعني راه كاينين دي كاليتي دابا بحال دابا هذا كاين هذا كاليتي شويه على حسب البلاستيك، بحال مثلا هذا كيكون شويه ناقص، كيكون رخيص شي شويه على حسب لا كاليتي وصافي. كاين بليزيو جون دونك. عندنا حصه ان شاء الله الاربعاء الجاي ان شاء الله. الاربعاء الجاي عندنا حصه، حاولوا تدربوا شي شويه على هذا الشيء اللي درناه اليوم. والحصه الجايه ان شاء الله غادي تكون حصه مميزه ان شاء الله. غادي نحاول ندير لكم تذكير ولا نتكلم لكم على المثلث الذهبي لانجاح الحصص، وغادي نديروا الحساب مركب ان شاء الله لي زامي دو 5 اي لي زامي دو 10. والحصه الحصه الرابعه غادي نديروا فيها لا ميتيبليكاسيون ان شاء الله والقسمه ان شاء الله. داكوغ؟ داكشي علاش مزيان كل ما تدربتوا مزيان على الحساب البسيط والحساب المركب كل ما تفهموا ان شاء الله الحصه الرابعه بشكل افضل ان شاء الله. اذا اخوات اخوان اللي اول ما حضروا معنا، دونك حنا اكاديميه ديال انزان كنديروا تدريب متعدده، بين التدريب هذه كنديروا الحساب الذهني، عندنا فورماسيون الكوتشينغ سكولير، عندنا با مال دو فورماسيون، كنحاولوا نخدموا على لي ميتي ديال ليدوكاسيون ولا الباراسكولير. وحنا هاد لا فورماسيون هادي اون فورماسيون مجانيه ديال ان موا، ودين اون فورماسيون بالنسبه للناس ديال البيزنس، بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا ان بروجي، حيت كاينين با مال دوتي، با مال ديال الناس اللي كيمشيو كيبغيو يخدموا في الدومين، كيبغيو يدخلوا دو لارجون من هذا لو بروجي هذا، كيحتاجوا فريمون لا استراتيجي، كيحتاجوا بليزيور زعما معلومات، اوتي، كتوبه، وهادشي كله كيتوفر لنا في اون فورماسيون ديال 4 موا. لي انتريسي بيان سور يتواصل مع ليكيب. اون فورماسيون انيسكيلابل، شي حاجه اللي توب دي توب. غادي كنواعدكم بان لي